بعدين أخذت للغرفة وقال لي قصته. قل لي يا حريص عن النباتات في المستقبل. للأسف نقص المياه قد يتسبب في انقراض بعض النباتات والحيوانات. لحظة، كيف ما فكرت في هذا الموضوع؟ أي موضوع؟ بما أنك متعطل وتبي تطول عندنا، ليه ما نغير المهمة ونخليها حماسية أكثر؟ ما فهمت. وأنا بعد مو فاهمة. بدل ما نبحث عن أسباب نقص المياه، وش رايك ننبه الناس كيف يحافظون على الموية قبل ما تجف الأرض؟ فكرة. فكرة حلوة يا فارس، مثل ما ساعدنا نصلح الحنفية. ها، موافق؟ المصافحة بين البشر تعني الاتفاق، وأنا موافق لأن فكرتك حلوة. لكن كيف أنا متعطل؟ ما عليك، الحين حنا أصدقائك وبنساعدك. ليه رجعنا للسطح؟ بما أني بسكن معكم فترة، قمت بمسح سريع المكان وشفت مجموعة مشاكل لازم نصلحها الآن. مثلاً هذا الخزان شكله ما صار له صيانة من سنين. إيه، من زمان ما جاء أحد سوى له صيانة. العوامة هنا خربانة، عشان كذا الماء تخرج من الخزان. لازم نصلحها بسرعة، ولازم نقول لكل الجيران. فارس وهديل متحمسين، وهذا الشيء ممتاز. هذا الخطأ اللي صار خلى مهمتي أحلى. فارس، أنت هنا؟ أهلاً، حياك.